السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله وصفة رائعة جدا. هذه الوصفة أكيد أكيد ستنال إعجابكم، وصفة كتساعد على صباغة الشعر باللون البني الداكن، وصفة مجربة ومضمونة، ما عليكم فقط تجربتها للحصول على نتائج رائعة وبمكونات متوفرة في كل بيت. هذا هو شكل المزيج، تابعوا الفيديو إلى الأخير لمعرفة المكونات، أيضا طريقة عمل هذه الوصفة. الناس الذين يشاهدون قناتي لأول مرة لا تنسوا الاشتراك في القناة، وذلك بالضغط على زر أبوني الموجود أسفل الفيديو، أيضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات التي أقدم على القناة، ولا تنسوا زيارة حسابي على الانستغرام، عالمك سأتركه لكم أسفل هذا الفيديو. بالنسبة للمكونات التي سنحتاج في هذه الوصفة هي المكونات الموضحة أمامكم في الفيديو، وبطبيعة الحال مكونات متوفرة في كل بيت. سنحتاج إلى بيضة كاملة، سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من الحنة. بالنسبة للحنة يعني الحنة أوراق وتكون مطحونة، من الأفضل استعمال حنة أوراق مطحونة وليس الحنة التي تباع جاهزة في علب، التي تباع في المحلات التجارية أو عند العطار. من الأفضل استعمال حنة بهذا الشكل، أوراق مطحونة خاصة للشعر. سنحتاج إلى ملعقة كبيرة من الكاكاو المر الذي يستعمل في الحلويات، الكاكاو الذي يستعمل في الحلويات الذي يكون بدون سكر طبعا ويكون لونه داكن بهذا الشكل، الكاكاو المر. سنحتاج أيضا في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان، من الأفضل استعمال قهوة سريعة الذوبان لأنها ستعطيكم نتيجة أفضل في هذه الوصفة. بالنسبة لهذه الكمية المذكورة في الفيديو هي كمية لشعر قصير، إذا كان شعركم طويل يمكنكم مضاعفة هذه الكميات، يعني عمل مثلا بيضتين، ملعقتين من الحناء، ملعقتين من الكاكاو، وملعقتين من القهوة سريعة الذوبان. الآن سنمر إلى طريقة تحضير هذه الوصفة. هناك مكون آخر لم أذكره في هذا الفيديو، سنحتاج أيضا إلى قطرات من عصير الليمون. سنحتاج فقط إلى كمية قليلة، فقط قطرات من عصير الليمون. الآن سنبدأ تحضير هذه الوصفة. سنأخذ إناء بهذا الشكل، من الأفضل وضع القفازات أثناء خلط هذه الوصفة وأيضا أثناء وضع هذه الوصفة على الشعر. أول شيء سنضع يعني النواشف في هذا الإناء، سنضع الحناء، أيضا الكاكاو، وسنضع ملعقة كبيرة من القهوة السريعة الذوبان. عندي هنا ملعقة صغيرة، عملت ملعقتين بهذا الشكل. بعد ذلك سأقوم بمزج هذه المكونات جيدا مع بعض حتى الحصول على يعني خليط متجانس. بهذا الشكل سأضع هذا المزيج جانبا. بعد ذلك سأخذ إناء، سأضع فيه بيضة، سأضيف لها قطرات من الليمون، بهذا الشكل. بعد ذلك سأقوم بمزج البيض جيدا. بهذا الشكل الآن سأخذ الإناء الأول، سأضيف إليه البيض، وسأقوم بمزج المكونات جيدا مع بعض حتى الحصول على خليط كريمي، يعني سترون الآن قوام هذا المزيج. هذه الوصفة رائعة جدا، من الوصفات التي أنصحكم بتجربتها، فعلا ستنال إعجابكم. يجب المزج بلطف حتى الحصول على خليط متجانس.
وإزالة كل هاد الحبيبات أو هاد التكتلات الموجودة في هاد المزيج. يجب خلط كل هاد المكونات بشكل جيد جدا. سأستمر في المزج حتى أحصل على خليط متجانس وخليط لين جدا. هذا المزيج لا يزال يحتاج إلى المزج بشكل جيد. رائحة هذا المزيج رائحة رائعة جدا، لن تبقى لديكم رائحة البيض في الشعر لأن وضعنا القهوة، والقهوة تزيل تماما رائحة البيض. أيضا وضعنا قطرات من الليمون. هذه الأشياء تزيل عفوا رائحة البيض بشكل نهائي من هذه الوصفة. كما تلاحظون معي يصبح خليط متجانس. خليط متجانس ولين بهذا الشكل. من الأفضل عدم وضع أي زيوت لهذه الوصفة، فقط هناك من يضع زيوت للوصفة لكن أنا أفضلها بهذا الشكل دون أي إضافة دون أي زيت، فقط هذه المكونات مع البيض. ستحصلون على خليط بهذا الشكل. الآن سنمر إلى طريقة عمل هذه الوصفة. الآن وصلنا إلى مرحلة وضع هذا الخليط على الشعر. سنقوم بتمشيط الشعر بشكل جيد، وسنقوم بوضع هذا المزيج من الجذور حتى الأطراف عفوا، وتدليك الشعر جيدا بهذا الخليط. كما تلاحظون معي خليط لين وكريمي ومتجانس. سنضعه على الشعر من الجذور حتى الأطراف. بعد ذلك سنقوم بوضع كيس بلاستيكي أو البلاستيك الغذائي بهذا الشكل، ونقوم بلف الشعر جيدا بهذا البلاستيك الغذائي، ونترك هذه الوصفة على الأقل مدة ساعتين على الشعر. هذه الوصفة ستعطيكم نتيجة رائعة. بعد ذلك طبعا نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو. يغسل الشعر بكل سهولة من هذه الوصفة لأن فيه البيض، والبيض يساعد على يعني تنظيف الشعر بسرعة. بعد ذلك بعد أن ينشف شعر من الماء، ستلاحظون أن هذه الوصفة أعطتكم نتيجة رائعة وأعطتكم لون رائع للشعر، تعطي لون بني داكن للشعر، وتساعد أيضا على تغطية الشيب الموجود في الشعر. لا أقول إزالة الشيب ولكن تغطية الشيب الموجود في الشعر، وتعطي لون رائع جدا جدا جدا. أنصحكم بتجربتها. هناك سؤال يأتي في التعليقات أن هذه الوصفات أحيانا هناك من يعمل وصفة لكن لا تعطيه نتيجة. أقول لكم شيء، هناك من لديه شعر لون شعره الأصلي أسود داكن جدا، إذا كان لون شعرك أسود داكن جدا فهذه الوصفة لا تعطيك نتيجة من الاستعمال الأول، يجب تكرارها مرات متعددة لكي تعطيك نتيجة. لكن إذا كان لون شعرك فاتح يعني لون شعر فاتح وليس أسود داكن جدا، هذه الوصفة ستعطيك نتيجة جيدة ومن الاستعمال الأول. يعني هذا هو الفرق، من لم يعني تعطيه نتيجة جيدة من الاستعمال الأول فيجب تكرارها مرتين أو ثلاثة مرات، وفعلا ستحصلون على شعر رائع جدا وعلى لون رائع جدا، وخصوصا من يعاني من الشيب. هناك يعني من سنه صغير ويعاني من الشيب، أنا أيضا لدي شيب في الشعر، يعني مسألة عادية جدا. عليكم فقط عمل هذه الوصفة وستساعدكم على تغطية الشيب، وكل ما ظهر لكم الشيب تكرارها لتغطية الشيب، ومن الأفضل عملها مرة كل أسبوعين. ستحصلون على لون شعر رائع جدا وستحتفظون باللون مدة طويلة في الشعر. أنصحكم بتجربة هذه الوصفة، أكيد 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 ستنال إعجابكم. فعلا أنتظر تعليقاتكم بعد تجربة هذه الوصفة. شكرا على تتبعكم للقناة، على الفيديوهات التي أقدمها لكم، شكرا على وفائكم الدائم. أكون سعيدة جدا بقراءتي لتعليقاتكم. لا تنسوا نشر هذا الفيديو ليستفيد منه العديد من الناس. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله، ولا تنسوا زيارة حسابي على الانستغرام عالمكي، أكون متفاعلة فيه بشكل كبير وأجيب على أسئلتكم بسرعة. إلى اللقاء وإلى فيديو قادم بإذن الله.